السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال ان شاء الله. هنبدأ دلوقتي في البلد اللي هو ال HIS، موديول ال HIS. كلمة HIS اصلا يا دكاترة، HIS يعني HIS يعني هيماتوبويتيك، هيماتو بايوتيك اند اميون سيستم. يعني الموديول ده هيماتوبيوتيك يعني البلد، هيم يعني بلد، فاحنا هناخد مكونات الدم بالتفصيل. حلو. والاميون سيستم، ما هي مكونات الدم دي؟ منها الخلايا المناعيه اللي بتشتغل كجهاز مناعي. جميل. طيب هناخد فيه الثلاث مواد بتوعنا، هناخد الهيستولوجي وهناخد البارا وهناخد الميكروبيولوجي. حلو. المايكرو 5 محاضرات، البارا 3 محاضرات، الهيستولوجي 4 محاضرات. جميل. احنا عندنا مايكرو وبارا وهيستولوجي. المايكرو هناخد فيه الاميون سيستم. طب يا دكتور احنا خدنا اميون سيستم قبل كده. ايوه، احنا اخدنا البيزك اميونولوجي، اخدنا البيزك اميونولوجي. في بقى مواضيع اسمها كلينيكال اميونولوجي، دي اللي هناخدها بالتفصيل باذن الله. البارا هناخد فيها البارازايتس اللي بتعيش جوه الدم، اللي بتعيش جوه الماكروفاج، اللي بتعيش جوه الار بي سيز وهكذا، والليمفاتيك تيشو. وهناخد في الهيستولوجي، هنبدا باذن الله النهارده هناخد اول حاجه تكوين البلد. هناخد تكوين البلد. طبعا البلد ده نوع من انواع الكونكتيف تيشو، هو ايه الكونكتيف تيشو؟ النسيج الضام. دكتور احنا خدنا قبل كده كونكتيف تيشو. ايوه، احنا اخدنا كونكتيف تيشو بروبر، اللي هو كان فايبرز وسيل وماتريكس، واخدنا كونكتيف تيشو بيعمل سبورت اللي هو البون والكارتليج، اما البلد هو نوع من انواع الكونكتيف تيشو، ولكن هو ايه يا دكاتره؟ عباره عن فلويد. يبقى البلد بتاعنا ده هو نوع من انواع الكونكتيف تيشو. جميل. طيب المصنع بتاع الدم هو مين؟ هو البون مارو اللي موجود في العظم بتاعنا، طب انواع العظم ايه؟ نوعين، عندنا كومباكت بون وعندنا كانسيلس بون. كومباكت بون وكانسيلس بون. يبقى انا عندي مكونات الدم هي عباره عن كونكتيف تيشو. طيب الدم اصلا بقى عباره عن ايه؟ هو 5 لتر في فلويد، في سائل، والسائل ده جواه الخلايا بتاعتنا. يبقى هو عبارة عن سائل وعبارة عن خلايا. السائل بتاع البلد يا دكاترة اسمه بلازما. اسمه ايه؟ بلازما. والخلايا اسمها ايه؟ اسمها سيلز. جميل. يبقى دي اول حاجة لازم تكون عارف. طيب احنا هناخد في المحاضرة دي، هناخد البلد، هناخد بس حاجتين في الدم. هناخد الار بي سيز، اللي هي كرات الدم الحمراء، وهناخد البليتلتس. ايه هي البليتلتس؟ اللي هي الصفائح الدمويه. يبقى هناخد كرات الدم الحمراء والبليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه. جميل. طيب في الاول هنتكلم على البلد، هنتكلم ازاي الخلايا دي بتتصنع. ربنا خالق ايه في دمنا علشان يصنع لي كل الخلايا المناعيه او كل الخلايا اللي موجوده في الدم بتاعي؟ هنشوف النشأه بتاعتهم ايه، هنشوف نوع الخلايا اللي بيطلعوا خلايا الدم، الستيم سيلز او الخلايا الجذعيه اللي ربنا خالقها في البون مارو عشان تطلع لي الخلايا، وايه هي الخطوات اللي بتصنع لي سواء بقى الار بي سيز او خلايا الدم البيضاء او الصفائح او الليمفوسايتس او كل الخلايا اللي موجوده في الدم. طيب تعالى معايا بقى واحده واحده كده. اول حاجه الجنرال كاركترز، وتركز معايا بقى في كل كلمه والحتت الام سي كيو اللي ممكن تيجي. واحد، ان البلد ده هو سبيشال فلويد تايب. لا هو عظم جامد هارد، ولا هو كارتليج حاجه فيرم او ربري،
ولا هو اي حاجه من الحاجات دي. امال هو ايه؟ هو سائل فلويد تايب اوف كونكتيف تيشو. يبقى هو نوع من انواع الكونكتيف تيشو. طيب الاماونت بتاعته قد ايه؟ 5 لتر. ماشي فين؟ ماشي في السيركيليشن بتاعتي، وهذه السيركيليشن بتبقى كلوزد، كلوزد سيركيلاتوري سيستم، يعني الفيسلز بتاعتي كلها متوصله ببعضها، ماشي فيها البلد رايح جاي. حصل انجري، حصل تروما، حصل حادثه، حصل ان واحد اتخبط في ارتري فاتفتح فحصل نزيف، حصل بليدنج. يبقى الكلوزد سيركيلاتوري سيستم ده دكاتره لو اتفتحت تعمل لي بليدنج، يبدا العيان بقى يجي له انيميا وهكذا. يبقى هي لازم تبقى كلوزد سيركيولاتوري سيستم. جميل. طيب البلد بيتكون من ايه؟ من سائل ومن خلايا. السائل ده اسمه اكسترا سيلولار فلويد، يعني السائل اللي موجود بره الخلايا، ونسبته 55%، وده اسمه بلازما. نسبته كام يا دكاتره؟ 55%، واسمه بلازما. يبقى السائل اللي موجود في الدم بتاعي اسمه بلازما، ماشي فيه الخلايا بتاعتي. طيب الخلايا اللي موجودة في الدم، الخلايا اللي موجودة في الدم كم خلية؟ بص يا سيدي، اول حاجة انا عندي RBCs، RBCs، وRBCs مش red blood cell، مش سل، هي كورباسل. الصح هيستولوجيا ريد بلاد كورباسل. يعني ايه ريد بلاد كورباسل؟ كلمة كورباسل هي اقل من الخلية شوية. ليه؟ علشان الار بي سيز اي نيوكليتد، مفهاش نيوكليوس، مفهاش اورجانيلز، مفهاش عضيات. يعني الار بي سيز ده، الار بي سيز بيبقى شكلها عامل كده، لا فيها نيوكليوس ولا فيها اورجانيلز. امال فيها ايه يا دكتور؟ فيها هيموجلوبين وفيها انزيمات. هيموجلوبين وانزيمات ليه يا دكتور؟ علشان يعرفوا يوصلوا الاكسجين للتيشوز. يعني الار بي سيز دي وظيفتها ان هي ماشيه في الفلويد اللي هو البلازما، ماشيه في السيركيوليشن علشان تروح كل الاورجانز. الهيموجلوبين يوزع اكسجين على التيشوز عشان التيشوز تتغذى. جميل. يبقى هي لا فيها نيوكليوس ولا فيها اورجانيلز، عشان كده مش بقول عليها سيل، بقول عليها كورباسل، ريد بلاد كورباسل. جميل. اسمها الثاني اريثروسايتس. اسمها ايه؟ اريثروسايت، اريثروسايت، وكلمه اريثرو يعني احمر، احمر. يبقى دي اول حاجه موجوده من انواع الخلايا. تاني حاجة الوايت بلاد سيلز، والوايت بلاد سيلز بقى انا بقول سيل يبقى فيها نيوكليوس وفيها اورجانيلز، ووايت يبقى اسمها ليكوسايتس، ودي ليها دور كبير قوي في المناعة، ليكوسايتس. النوع التالت اللي هو البليتلتس، اللي هي الصفائح الدموية اللي بتعمل تجلط، فبنسميها ثرومبوسايتس. اسمها ايه؟ ثرومبوسايتس. يبقى انا عندي واحد ار بي سيز، اتنين وايت بلاد سيلز، تلاته بليتلتس. ار بي سيز اسمها التاني اريثروسايت، وايت بلاد سيلز اسمها التاني ليكوسايتس، والبليتلتس اسمها التاني ثرومبوسايتس. ليه ثرومبو يا دكتور؟ علشان بتعمل لي حاجه اسمها كلوتينج، وكلمة كلوتينج يعني تجلط. طب الليكوسايتس علشان المناعة، عشان الديفنس، عشان تدافع عن جسمي. طب الار بي سيز علشان توزع الاكسجين عن طريق الهيموجلوبين، وهتاخده في الفسيولوجي بقى ازاي الار بي سيز بتوزع الاكسجين ودور الهيموجلوبين ايه. جميل. يبقى انا عندي اول حاجة اريثروسايتس، ار بي سيز، ليكوسايتس، وايت بلاد سيلز، وثرومبوسايتس اللي هي البليتلتس. جميل. طيب كده ده مكونات الدم. يبقى مكونات الدم بتاعنا عباره عن فلويد اكسترا سيلولار فلويد اسمه بلازما 55%، بعد كده الخلايا اللي موجوده جواه ار بي سيز، وايت بلاد سيلز، وبليتلتس. طيب علشان نشوف الخلايا دي تحت الميكروسكوب لازم ناخد عينة، ناخد نقطة كده من الدم. حلو.
بيتشك كده زي بدبوس صغير، وبناخد منه العينة على سلايد، بناخد العينة على شريحة بتبقى سين سلايد. جميل. طيب اخذ العينة بتاعت البلد بنسميها بلد فيلم، بنسميها ايه؟ بلد فيلم. جميل. او بلد سمير، يا اما بلد فيلم او بلد سمير. طيب هناخد النقطة ونحطها على سلايد، ونقوم جايبين سلايد تانية فوقيها، ونقوم ماشيينها كده، ماشيينها وتقوم واخدالي النقطة كده ايه تحت السلايد. يعني انا عندي السلايد هي عليها نقطة الدم، وبقوم جايب سلايد تانية فوقيها، واول ما السلايد اللي فوقها دي تقوم واخدة نقطة الدم تحت السيرفس بتاعها، نقوم جايين فردينها كده على السلايد، بنعمل اسمير، بنعمل زي مسحة كده. المهم ان انا هحط النقطة وافردها على سلايد بسلايد تاني، يعني انا ايدي دي اعتبر ان ايدي دي السلايد، وحطيت نقطة البلاد هنا اهي، حلو، وقمت جايب سلايد تانية. جميل كده، حطيتها على هذه النقطة وقمت شاددها كده، وقمت فاردها على الشريحة. ده اسمه اسمير، ده اسمه يا دكاترة بلاد اسمير. يبقى بلاد اسمير ان انا بجيب نقطة البلاد واحطها على شريحة، واقوم جايب سلايد تانية، واقوم ماشيها في الاتجاه ده اهو، لغاية ما نقطة الدم تيجي على الحواف بتاعت السلايد اللي فوق دي. حلو. بعد كده بقوم جاي فاردها زي ما هو فاردها كده، هتقوم باينالك بالشكل ده. دي اسمها بلاد اسمير، بلاد اسمير. ليه؟ علشان نفحص كل الخلايا بتاعت الدم. ما احنا بنفردها على الشريحة علشان الخلايا تتفرق عن بعضها، فبالتالي هنعرف نشوف الليكوسايتس، هنعرف نشوف البليتلتس، هنعرف نشوف الاريثروسايتس او الار بي سيز، وبنبدا نفرق ما بينهم عن طريق النيوكليوس اللي موجوده جوه. يا دكتور ده الار بي سيز ما فيهاش نيوكليوس، اما الليكوسايتس الوايت بلاد سيلز مليانه نيوكليوي، فبالتالي انا هفرق ما بين الليكوسايتس بشكل النيوكليوي بتاعتها تحت الميكروسكوب. يعني هلاقي خليه النيوكلياس بتاعتها غامقه كده، هلاقي خليه النيوكلياس بتاعتها متقسمه كده، هلاقي النيوكلياس بتاعت خليه شكلها عامل زي حدوه الحصان، وهكذا. كل خليه موجوده في الدم ليها شكل نيوكلياس. طب الخلايا الفاضيه دي اللي هي على الاطراف بيبقى لونها احمر، ده دي الار بي سيز اللي ما فيهاش نيوكلياس زرق، النيوكلياس بيبقى لونها ازرق تحت الميكروسكوب، فبالتالي الخلايا الفاضيه دي اللي ما فيهاش نيوكليوس هتبقى الار بي سيز. يبقى تاني ان انا بشوف خلايا الدم علشان افحصها هيستولوجيا، بعمل حاجه اسمها بلاد سمير، بعمل حاجه اسمها بلاد سمير. طب بعمل ايه يا دكتور؟ سبريدنج. سبريد يعني بفرد نقطه بلاد على سين لاير اوف سلايد، يعني بجيب شريحه رفيعه سين سلايد واقوم فارد عليها نقطه الدم. ليه؟ علشان اشوف الخلايا بوضوح، عشان اقدر افرق ما بين الخلايا. ما هم لو خدت النقطة دي وحطيتها على السلايد وجيت تبص تحت الميكروسكوب، الخلايا كلها تبقى راكبة على بعضها. انما لما نقطة الدم تقوم فاردها على السلايد، فالخلايا بتتفرد معاك زي ما انت شايف كده، فيبقوا بعيد عن بعض. يعني انت شايف، بص هنا كده هتلاقي في خلايا راكبة على بعضها، وفي خلايا متفرقة عن بعضها. فكل ما فرقت الخلايا عن بعض، كل ما فردت الشريحة كويس، كل ما عملت التكنيك كويس، كل ما الخلايا بانت معاك كويس، بانت معاك ايه؟ كلير فيزابل. كلمة كلير فيزابل يعني مرئية بوضوح. جميل؟ ماشي. وبعد كده بنقوم بعد ما نفردها بنقوم صبغينها بصبغة هيماتوكسلين اند ايوسين، نصبغها بجيمساستين، بليشمانستين، في صبغات كتيرة جدا للبلد، بتبقى يا اما صبغة اسيدك او بيزك. اسيدك اللي هتبان لي لونها احمر، والبيزك اللي هيبان لونه ازرق، يبقى اسيدك اند بيزك احمر وازرق. جميل. يبقى السميرز دي هتتصبغ بميكس من الاسيدك والبيزك ستين. ده اسمه ايه يا دكاتره؟ ده اسمه بلاد سمير. بلاد سمير اللي هي عينه الدم اللي انا باخدها بفردها وابدا اشوف. جميل. ده شكلها هو تحت الميكروسكوب، وده الفرد بتاعنا زي ما احنا قلنا. الخلايا دي بقى ممكن تلاقي جواها باثولوجي، ممكن تلاقي جواها خلايا غريبة. يبقى هنا في باثولوجي،
في ملاريا جوه الار بي سيز، تلاقي خلايا مثلا جوه النيوتروفيل مثلا، يبقى في خلايا جوه النيوتروفيل، فممكن تلاقي باثولوجي. انما ده طبعا نورمال بلاد سيلز، يا اما ار بي سيز يا اما وايت بلاد سيلز يا اما بليتلتس، هناخدهم بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. طيب ده كده اول جزء، يبقى مكونات الدم بلازما وار بي سيز وايت بلاد سيلز وبليتلتس، وناخد العينه ونفردها ازاي. تاني موضوع اللي هو الهيموبويسز، وكلمه هيموبويسز يعني تصنيع مكونات الدم. هيم يعني بلاد، وبويسز يعني تصنيع. عايزين نصنع، عايزين نكون، عايزين نطور الخلايا اللي البون مارو هيصنعها. عايزين نعرف ما هي الخطوات اللي هتدلنا ماتيور ار بي سيز وماتيور وايت بلاد سيلز وماتيور بليتلتس. اكيد البون مارو مش بيطلع على طول ار بي سيز كده، لا، في خطوات، في بروسيس، في تكنيك معين او خلايا معينه بتبدا تتحول الى بعضها علشان يتكون لي ار بي سيز وايت بلاد سيلز وبليتلتس. عمليه التصنيع دي اسمها هيموبويسز، هيم يعني بلاد وبويسز يعني تصنيع. يبقى عمليه الفورميشن والديفلوبمنت اوف بلاد سيلز اسمها هيموبويسز، ودي سؤال ام سي كيو. العمليه نفسها اسمها ايه؟ اسمها هيموبويسز، هيموبويسز. جميل. طيب بيقول لك يا سيدي ان الماتيور بلاد سيلز، الماتيور بلاد سيلز عمرها قصير. عمرها ايه؟ عمرها قصير. كلمة عمرها يعني لايف سبان، شورت لايف سبان، شورت لايف سبان، يعني الخلايا اللي بتطلع دي عمرها قصير. يعني مثلا الار بي سيز عمرها اربع شهور، اربع شهور وبعد كده بتتجدد تاني. النيوتروفيل عمرها ايام وبعد كده بتتجدد تاني. معنى ذلك ان البون مارو قاعد شغال على طول، قاعد يصنع. كل ما الخلايا بتموت البون مارو يجدد. معنى ذلك ان انا لو جيت اخدت عينة دم في اي وقت هلاقي الخلايا عددها ثابت، يعني الار بي سيز عددها 5 مليون، اي وقت هاخد فيه عينة هلاقي الار بي سيز 5 مليون. الوايت بلاد سيلز مثلا عددها من 4000 ل 11000، في اي وقت هاخد فيه عينة هلاقي الوايت بلاد سيلز او الليكوسايتس 10000 11000 7000 8000، الا لو عندك بقى باثولوجي. لا يعني لو انت عندك مثلا انفكشن هتلاقي الليكوسايتس عاليه عشان بتروح تحارب هذا الانفكشن. عندك نزيف هتلاقي الار بي سيز قليله عشان انت بتفقد بلاد، فبالتالي الخلايا بتاعت الدم ليها ارقام ثابته. ليه؟ عشان في خلايا بتقعد تجدد على طول في الخلايا بتاعت الدم. طب بتتجدد ازاي يا دكتور؟ بخلايا اسمها ستيم سيلز، بخلايا اسمها ستيم سيل، خليه جذعيه بتقعد تدينا خلايا تتحول في الاخر الى ماتيور ار بي سيز، تتحول في الاخر الى ماتيور وايت بلاد سيلز، تتحول في الاخر الى ماتيور بليتلتس. يبقى انا عندي فيه خلايا جذعيه، خلايا ام هي اللي بتعطينا خلايا تدينا الماتيور ار بي سيز وايت بلاد سيلز وبليتلتس. الخلايا دي بنسميها بريكيرسرز. البريكيرسر يعني حاجه ادتني حاجه، ادتني حاجه. يعني مثلا هقول لك مثلا ان الستيم سيل ادتني خليه اسمها اريثروبلاست، والاريثروبلاست ادتني ريتيكولوسايت، والريتيكولوسايت ادتني اريثروسايت. معنى ذلك ان في خليه ادت خليه ادت خليه. الخلايا اللي بتعطي دي يا دكاتره اسمها بريكيرسرز. اسمها ايه؟ بريكيرسر. كلمه بريكيرسر يعني المنشا بتاعها. يبقى كل الحكايه في البلد ان في خلايا جذعيه اسمها ستيم سيلز بتدينا خلايا اسمها بريكيرسر، وهذه البريكيرسر بتدينا الخليه الفاينل اللي هي الماتيور سواء ار بي سيز او وايت بلاد سيلز او بليتلتس. يبقى عمليه التصنيع نفسها، وده سؤال ام سي كيو، اسمها ايه؟ هيموبويسز، هيموبويسز. وعمر الخلايا قصير، شورت لايف سبان. اعلى حاجه الار بي سيز عمرها قد ايه يا دكاتره؟ عمر الار بي سيز حوالي اربع شهور. فبعد الاربع شهور يعني هتصفى؟ لا، البون مارو
الستيم سيلز والبريكيرسرز يشتغلوا تاني وتبدا عمليه الهيموبيسيس تاني. جميل جدا. طيب الاوريجين بقى، كل خلايا الدم طالعه من ستيم سيل. خلايا الستيم سيل اللي موجوده في البون مارو اسمها بلوري بوتنت هيموبيوتيك ستيم سيل. حفظ صم، بلوري بوتنت هيموبيوتيك ستيم سيل. بلوري بلور يعني جمع، يعني خلية جذعية عندها القدرة ان هي تدي كل الانواع بتاعة الخلايا. جميل. ما عدا الحاجات اللي هي زي البلاسينتا مثلا ولا حاجة. يبقى انا عندي البلوري بوتنت هيموبيوتيك ستيم سيل، هذه خلية جذعية عندها القدرة ان هي تديك خلايا كتير جدا متنوعة، كل انواع الخلايا بتاعة الدم. يبقى كل الخلايا بتاعت الدم سواء كرات دم حمراء او خلايا دم بيضاء او صفائح دموية طلع من خلية اسمها بلوري بوتنت هيموبيوتيك ستيم سيل. هيموبيوتيك ستيم ايه؟ ستيم سيل نوعها بلوري بوتنت ستيم سيل. جميل. طيب عشان اصلا تبقى خلية جذعية، واحنا خدنا الكلام ده قبل كده، الخلية الجذعية عندها تو كاركترز. واحد انها تعرف تتضاعف، عندها سيلف ريبليكيشن. يعني ايه سيلف ريبليكيشن؟ يعني بتقدر تتضاعف مع نفسها. او عندها بروليفريشن، برضو تقدر تتضاعف. يبقى الخلية الجذعية دي مش هينفع تديني خلية واحدة، لا، هي هتديني خلايا كتير، عدد كبير، فبالتالي بتقدر تعمل بروليفريشن. يبقى تقدر تدي مور ستيم سيل. ليه؟ علشان بتدي خلايا كتير. يبقى الخلية الجذعية عندها القدرة ان هي سيلف يعني نفس، بروليفريشن يعني تتضاعف، ريبليكيشن يعني تتضاعف، فهي عندها القدرة على السيلف ريبليكيشن والسيلف بروليفريشن. جميل. فبالتالي هتقدر تمنتين زير اون بوبوليشن، يعني هتفضل بعدد ثابت موجود جوايا وتفضل تتضاعف، فبالتالي وتتحول وبعد كده تتضاعف وهكذا، فعمرها ما بتنقص، مينتيننج يعني بتفضل ثابته يعني. جميل. زائد كمان ان هي ليها القدره على الديفرنشيشن. هي هتقعد تتضاعف وتدينا خلايا شبهها وخلاص؟ لا، ما هي لازم تتحول الى خلايا تانية. ديفرنشيشن لسبيشاليزد سيل، يعني لازم تتحول الى خلايا هتدينا الار بي سيز، تتحول لخلايا هتدينا الوايت بلاد سيلز، تتحول لخلايا هتدينا البليتلتس الصفائح الدمويه. يبقى لازم عشان تقول على هذه الخليه ستيم سيل ليها قدره على حاجتين. اول حاجه ان هي تقدر تتضاعف مع نفسها كتير عشان تديني عدد كبير من الخلايا على حسب بقى العدد اللي ربنا خلقنا بيه، زائد كمان ان ليها القدره على التحور. وكلمة تحور يعني differentiation. يبقى الستيم سيل علشان تقدر تتضاعف يبقى عندها، او عشان تقدر يبقى اسمها ستيم سيل، عندها two characters: self replication و proliferation، وكمان ان هي تقدر يحصل لها differentiation. طب هي ستيم سيل بتبقى specialized ولا non-specialized؟ non-specialized. اول ما تبدأ بقى تتحور لخلايا تانية هتبقى سبيشالايزد. يعني ايه سبيشالايزد ونون سبيشالايزد؟ نون سبيشالايزد يعني هي لسه ما كونتش خلايا متخصصه في حاجه معينه. طب لو حولتها الار بي سيز بقت سبيشالايزد، لو حولتها الليكوسايتس بقت سبيشالايزد في وظيفه معينه، لو حولتها لبليتلتس بقت سبيشالايزد. يبقى الستيم سيل دي بتبقى نون سبيشالايزد، اول ما تبدا تتحور بقى تبقى مور سبيشالايزد سيل. طيب الخلايا اللي بتعطيها اسمها ايه؟ بروجينيتور سيل. اسمها ايه يا دكاتره؟ بروجينيتور سيل. يبقى الخلايا الستيم سيلز دي هتدينا خلايا اسمها بروجينيتور سيلز، هي اللي بتبدا تكون لي الار بي سيز والوايت بلاد سيلز والبليتلتس. طيب تعالى بقى ندخل في البروجينيتور سيلز. البروجينيتور سيلز بص معايا، اول حاجه يا دكاتره احنا قلنا عندنا هيمو بيوتيك ستيم ايه؟ ستيم سيل. كان نوعها ايه؟ بلوري بوتنت. جميل.
هيموبيوتيك ستام سيلز. ماشي. الخلايا دي عايزه تتحول الى ار بي سيز ووايت بلاد سيلز وبليتلتس، تقوم مديالنا خلايا اسمها ايه بقى؟ برو جينيتور سيل. اسمها ايه؟ برو جينيتور سيلز. البرو جينيتور سيلز دي ليها اسم مهم جدا 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 في الامتحان، اسمه كولوني فورمينج يونت، بسميها كفو. كولوني فورمينج يونت، عارف انت لما تيجي تلعب بابجي مثلا وتجيب مثلا 20 كيلو ولا حاجه، تلاقي التيم بتاعك بيقول لك كفو، انت الكفو. فكولوني فورمينج يونت هي الكفو. يبقى الهيموبيوتيك ستيم سيل ادتني خليه اسمها كفو. جميل. الخليه دي بتبدا تدينا خلايا اسمها بلاست. خلايا اسمها ايه؟ خلايا اسمها بلاست. فاكرين مثلا فايبروبلاست؟ فايبروبلاست دي بتاعت الكونكتيف تيشو. فاكرين مثلا اوستيوبلاست؟ ده بتاعت العظم. فاكرين كوندروبلاست؟ ايوه ده بتاع الكارتليج. انما هنا بقى احنا في البلاد، فاحنا عندنا حاجتين من البلاست، حاجتين من البلاست. البلاست دول هيدولنا ايه؟ اول حاجه في سكه اسمها مايلويد، في سكه اسمها مايلويد، وفي سكه اسمها ليمفويد. اسمها ايه يا دكاتره؟ ليمفويد. والكلام ده انتوا سمعتوه حته منه كده في المناعه قبل كده. انا عندي البلاست اللي هتتكون من خليه اسمها كفو هتدينا طريقين، اول طريق اسمه مايلويد، مايلويد، وتاني طريق اللي هو الليمفويد، الطريق الليمفاوي. طيب الليمفويد ده هيدلنا ايه بقى؟ خليه اسمها ليمفوبلاست، ليمفوبلاست، ليمفوبلاست. وهنا مايلوبلاست، وهنا مايلوبلاست. يبقى انا عندي البلاست دي ليها اتجاهين، يا اما هتدي اتجاه الدم ويبقى اسمها مايلوبلاست، او اتجاه الليمفويد تيشو او الليمفويد سيلز اللي اسمها ليمفوبلاست. وتبدا الليمف بلاست بقى تكون مين؟ البي ليمفوسايتس، او تكون مين؟ التي ليمفوسايتس، او تكون مين؟ الناتشورال كيلر سيل. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الليمفوسايتس، البي ليمفوسايتس اللي ليها دور في تصنيع الاجسام المضاده ضد الانفكشنز اللي بره الخلايا، التي ليمفوسايتس اللي هي بتتعامل مع الانتراسيلولار ميكروب سواء بقى تي هيلبر او تي سايتوتوكسيك زي ما خدنا في المناعه، والناتشورال كيلر سيل اللي بتشتغل على التيومر والفيروس انفكتد سيل. يبقى انا عندي بي ليمفوسايتس وعندي تي ليمفوسايتس وعندي ناتشورال كيلر سيل. ده جزء مين؟ ده جزء الليمفويد. ده جزء مين يا دكاتره؟ ده جزء الليمفويد. طب تعالى بقى على المايلوبلاست، هيصنع لي مين بقى؟ هيصنع لي الار بي سيز وبقيه الوايت بلاد سيلز والبليتلتس، والبليتلتس. وخد بالك بقى الوايت بلاد سيلز هيكون لي الخلايا اللي هي النيوتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل والمونوسايتس، ما عدا مين بقى؟ ما عدا الليمفوسايتس اللي اتكونت في الطريق الثاني، ودول هناخدهم بالتفصيل بالتفصيل دلوقتي. جميل. يبقى انا عندي عايزك تعرف ان في طريق للدم اسمه مايلويد، وفي طريق الليمف اسمه ليمفويد. يبقى انا عندي مايلويد وعندي ايه دكاتره؟ وعندي ليمفويد. يبقى البلاست دي اللي طالعه من الكفو كولوني فورمينج يونت، كولوني فورمينج يونت، هتبدا تكون لي طريق الدم او طريق الليمف، طريق الليمف الليمفوسايتس، وبقيه خلايا الدم كلها في الطريق اللي هو اسمه مايلويد تيشو. يبقى انا كده دكاتره عندي خطين الانتاج بتوعي، واحد مايلويد ستيم سيلز والتاني ليمفويد، صح كده؟ يبقى انا عندي اتنين سيل لينيج، وكلمه لينيج يعني خط انتاج، خط انتاج الخلايا، خط انتاج الخلايا، واحد مايلويد والتاني ليمفويد. وهنا بقى يبدا يلعب معاك كتير بقى،
يقول لك مين هنا يطلع من المايلويد ستيم سيلز ومين هنا يطلع من الليمفويد ستيم سيلز. يبقى الليمفويد ستيم سيلز دي طالعه من الكولوني فورمينج يونت اللي هتكون مين الليمفوسايتس. اللي كام نوع يا دكتور؟ 3: بي ليمفوسايت، تي ليمفوسايتس، ناتشورال كيلر سيل. بي ليمفوسايتس اللي كانت بتصنع اجسام مضاده، التي ليمفوسايتس اللي كان منها التي هيلبر والتي سايتوتوكسيك والتي ريجولاتوري، والناتشورال كيلر اللي كانت بتقتل الفيروس وكانت بتقتل التيومر. صح؟ يبقى انا عندي الليمفويد ستيم سيلز طالعه من كولوني فورمينج يونت، والكولوني فورمينج يونت دي منها انواع ليمفوسايتس بي وتي وناتشورال كيلر. وناتشورال كيلر. اما النوع الثاني بقى جرانيولوسايتس ومونوسايتس. ايه جرانيولوسايتس ومونوسايتس؟ يعني ايه جرانيولوسايت ومونوسايت؟ بص يا سيدي، عايزك تركز معايا برضو. ممكن ترسم كده في الصفحه الثانيه. بص يا معلم، احنا عندنا الوايت بلاد سيلز، صح؟ مش احنا عندنا ار بي سيز وعندنا بليتلتس، ار بي سيز كرات دم حمراء وبليتلتس صفائح الدمويه. اهم تقسيمه عندي في البلاد هي تقسيمه الوايت بلاد سيلز. تقسيمه مين؟ الوايت بلاد سيلز. ارسمها في جنب كده في الصفحه البيضاء. الوايت بلاد سيلز يا دكاتره بنقسمها الى نوعين، في نوع اسمه جرانيولر وفي نوع اسمه نون جرانيولر. جرانيولر ونون جرانيولر. الجرانيولر ليكوسايتس اللي هي الوايت بلاد سيلز ثلاث انواع. كم نوع؟ ثلاث انواع. اول نوع اسمه نيوتروفيل، ثاني نوع اسمه ايزينوفيل، وثالث نوع اسمه بيزوفيل. كم نوع؟ ثلاث انواع: جرانيولر ليكوسايتس، نيوتروفيل، ايزينوفيل، بيزوفيل. دول اسمهم جرانيولر ليكوسايتس. طب النون جرانيولر هم نوعين: المونوسايتس والليمفوسايتس. طب المونوسايتس دي يا دكتور، المونوسايتس دي اللي بتدي مين؟ اللي بتدي الماكروفاج. طول ما هي في البلد اسمها مونوسايتس، تروح على التيشوز يبقى اسمها ماكروفاج. طب الليمفوسايتس بتدي مين؟ ثلاثة: البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت والناتشورال ايه؟ والناتشورال كيلر سيل. يبقى انا عندي الوايت بلاد سيلز عندي جرانيولر ونون جرانيولر، جرانيولر ونون جرانيولر. الجرانيولر ثلاثة: نيوتروفيل وإيزينوفيل وبيزوفيل. نيوتروفيل وإيزينوفيل وبيزوفيل. النون جرانيولر مونوسايتس وليمفوسايتس. المونوسايتس تدي ماكروفاج، الليمفوسايتس تدي بي وتي وناتشورال كيلر. طب احنا قلنا ان فيه الليمفويد، السكه الليمفويد، الليمفويد لينيج هياخد مين؟ هياخد الليمفوسايتس اهي. يعني السكه الليمفويد هي الليمفوسايتس، الباقي كله بقى في السكه الثانيه اللي هي اسمها مايلويد. يعني لو جيت قلت لك جرانيولوسايتس هتاخد ليه الثلاثه دول، ومعاهم كمان ما تنساش مين؟ المونوسايتس. وهذه المونوسايتس جرانيولر ولا نون جرانيولر؟ نون جرانيولر. ويلعب معاك بقى في الام سي كيو هنا براحته بقى، مين جرانيولر ليكوسايت؟ الثلاثه: نيوتروفيل، ايزينوفيل، بيزوفيل. مين نون جرانيولر؟ المونوسايتس والليمفوسايتس. طب مين نون جرانيولر مايلويد؟ ما هي السكه المايلويد لغايه هنا، يبقى النون جرانيولر مايلويد يبقى المونوسايتس. طيب جرانيولر مايلويد نيوتروفيل، ايزينوفيل، بيزوفيل. طب نون جرانيولر في اتجاه الليمفويد تبقى الليمفوسايتس، البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت والناتشورال كيلر. يبقى الحته دي مهمه جدا جدا، هيلعب معاك في الام سي كيو كتير فيه. يبقى انا عندي الوايت بلاد سيلز بتتقسم الى جرانيولر ونون جرانيولر. الجرانيولر ثلاثه: نيوتروفيل، ايزينوفيل، بيزوفيل. النون جرانيولر مونوسايتس، ليمفوسايتس. سكه الليمفويد ليمفوسايتس،
والباقي بقى مونوسايتس والتلاتة دول في سكة المايلويد. دي لازم تكون ثابتة في بالك معاك بقى طول ما انت ماشي في الطب. جميل. يبقى دي كده ايه؟ دي اول حاجة. فلما اجي اقول لك جرانيولوسايتس تقول لي اه باشا نيوتروفيل ايزينوفيل بيزوفيل. طب تقول له مونوسايتس تقول لي مونوسايت. طب ليه المونوسايتس لوحدها؟ عشان هي نون جرانيولار. اما الثلاثه دول بنسميهم جرانيولار جرانيولوسايت او جرانيولار وايت بلاد سيلز. طب الليمفوسايتس دي الثلاثه نون جرانيولار. طب سكه المايلويد كمان بتكون اريستروسايت وكمان بتكون بليتلتس. هذه البليتلت بتتكون من خليه اسمها ميجا كاريوسايت. اسمها ايه؟ ميجا كاريوسايت. الخليه اللي بتكون البليتلت اسمها ميجا كاريوسايت. ميجا كاريوسايت. الميجا كاريوسايت دي خليه كبيره تبدا تطلع لك ايه؟ حتت سيتوبلازم وسيل ممبرين منها كده، تقعد تقطع منها كده تطلع لك البليتلت. شويه ايه؟ بقايا كده من الخليه، الخليه بتقعد تتكسر كده تقوم مطلعه لك البليتلت منها. الخليه الكبيره اللي بتطلع البليتلت اسمها ايه؟ ميجا كاريوسايت. ميجا كاريوسايت مهمه جدا جدا جدا. يبقى انا عندي مايلويد وعندي ليمفويد وعرفنا التقسيمه بتاعتهم. يبقى الهيموبيوتيك ستيم سيلز، بص معايا اهو، هيموبيوتيك ستيم سيلز عندنا في مايلويد وعندنا في ليمفويد. حلو. طب الليمفويد هيدينا خليه اسمها ايه؟ ليمفوبلاست. والليمفو بلاست دي تبدا تدينا الليمفوسايتس اللي احنا عارفينها، البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايتس والناتشورال كيلر. طيب المايلويد بقى هيدينا مين؟ ميجا كاريو بلاست اللي بتدي الميجا كاريوسايت. الميجا كاريوسايت دي اللي بتكون مين؟ البليتلت، الخلايا الكبيره اللي انا لسه قايل عليه. طب اريثرو بلاست هتكون الاريثروسايت اللي هي الار بي سيز. ثم مايلو بلاست هتكون لي الايزينوفيل والبيزوفيل والنيوتروفيل، ودول اسمهم ايه؟ جرانيولوسايت. ليه يا دكتور جرانيولوسايت؟ عشان هم من الخلايا الجرانيولار. اما الليمفوسايتس نون جرانيولار. نون ايه؟ نون جرانيولار. طب مونو بلاست تدي مونوسايت، المونوسايت دي نون جرانيولار هي كمان. يبقى انا عندي الناحيه ده اهي نون جرانيولار، سواء مونوسايتس او ليمفوسايتس. الناحيه دي جرانيولار، نيوتروفيل بيزوفيل ايزينوفيل. جميل. دي كده التقسيمه بتاعت الخلايا. طيب تعال لي بقى على المصنع بتاع الخلايا. المصنع بتاع الخلايا هو مين؟ هو البون مارو. هو البون مارو. انا عندي نوعين من انواع العظم، نوعين من انواع العظم. في نوع متطبق على بعضه جامد مصمت مفهوش اي خرام اسمه كومباكت بون. كومباكت بون. وفي نوع تاني موجود في جسمنا اسمه كانسيلا سبون او سبونجي بون. انا عندي نوعين من انواع العظم، كومباكت بون وكانسيلا سبون او سبونجي بون. الكومباكت بون بيبقى فيه حاجه اسمها ميدالري كانالز. كانالز دي بيبقى فيها البون مارو. والكانسيلا سبون بيبقى فيه سبيسز، فراغات كتيره، زي ما كنت اقول لكم كده في العظم، ان الكانسيلا سبون بيبقى عامل زي الصابع كده، بارز من البون ماسكه مع بعضها وما بينها وما بين بعضها مسافات. هذه المسافات بيبقى فيها ريد اكتف بون مارو. ريد اكتف بون مارو. هو في انواع من البون مارو؟ لقينا يا سيدي ان في نوعين من البون مارو، الريد اكتف بون مارو، ريد اكتف بون مارو، والنوع الثاني اسمه يلو ان اكتف بون مارو. يبقى انا عندي نوعين من انواع البون مارو. يبقى البون مارو ده هو نخاع العظم، موجود في الكومباكت بون وموجود في الكانسيلا سبون. هو المين اوريجين، هو المنشا بتاع كل الخلايا بتاعه الدم بتاعك. هو المنشا بتاع الخلايا. ليه يا دكتور؟ علشان في بلوري بوتنت هيموبيوتيك ستيم سيلز، علشان في خلايا جذعيه بتدينا خلايا اسمها بلاست اللي بتدينا الاريثروسايت والليكوسايت والثرومبوسايتس والليمفوسايت والمونوسايت، بتدي كل الخلايا بتاعه الدم. جميل.
موجود فين؟ موجود في اللونج بونز، في المدلري كانالز بتاعتها، او الكافيتس بتاعه الكانسيلاس. ايه الكانسيلاس بون؟ طب عندنا كام نوع يا دكتور؟ عندنا نوعين، الاكتيف او الريد اكتيف بون مارو واليلو ان اكتيف بون مارو. الاكتيف ريد اكتيف بون مارو واليلو ان اكتيف بون مارو. جميل. في النيو بورن طبعا الطفل حديث الولاده لازم يكون البون مارو بتاعه ريد، لازم يكون اكتف علشان يبدا يصنع كل الخلايا بتاعته علشان يتطور عشان يحصل له ديفلوبمنت. جميل. معظم الادلت فيهم معظم العظم بتاعهم يلو ان اكتف بون مارو، ولكن عند الحاجه اون نيد يقوم اليلو الان اكتف ده اللي مليان دهون اللي بتديه اللون الاصفر يقوم يتحول الى ريد اكتف بون مارو. يعني انت على طول مش هيبقى يلو ان اكتف بون مارو، لا، بتلاقيه وقت الحاجة يتحول الى ريد اكتف بون مارو عشان هنحتاج نصنع. فبالتالي انا عندي نوعين، الريد والاكتف. جميل. وبعد كده يجرو البون مارو يتحول الى اليلو. طيب ليه يلو؟ طيب علشان مليان فاتي تيشو، مليان فات سيلز، فيبان باللون الاصفر. يبقى under certain condition اليلو بون مارو اللي هو الاصفر الان اكتف ممكن يتحول الى الريد الاكتف عند الحاجه. امتى يعني يا دكتور؟ في البليدنج. لو واحد عمل حادثه ونزف محتاج احول اليلو الان اكتف الى ريد اكتف عشان يبدا يصنع علشان يعوض النقص اللي جالي من هذه الحادثه والنزيف. واحد اتعرض لسيفير هايبوكسيا. يعني ايه سيفير هايبوكسيا؟ يعني نقص حاد في الاكسجين، ما عادش واصل اكسجين للتشو، فانا عايز اعوض اصنع ار بي سيز كتير فيها هيموجلوبين كتير يودي اكسجين للتشو. يبقى لما نتعرض لنقص اكسجين او نتعرض لحادثه بعد الشر وواحد يحصل له نزيف جامد، هنا بعوز احول اليلو ان اكتف بون مارو الى ريد اكتف بون مارو. جميل. يبقى في بعض الحالات under certain conditions في بعض الحالات بحول اليلو ان اكتف بون مارو الى ريد اكتف بون مارو، زي البليدنج النزيف وزي السيفير هايبوكسيا. السيفير هايبوكسيا. جميل. يبقى انا عندي نوعين من انواع البون مارو، الريد اكتف واليلو الان اكتف. طب معظم العظم بتاع طفل في بون مارو نوعه ايه؟ ريد اكتف بون مارو، بعد كده يتحول الى يلو ان اكتف بون مارو. طب اليلو ينفع يتحول لريد؟ ايوه، بس ان سيرتين كونديشنز، لما واحد ينزف، واحد يحصل له هايبوكسيا، بنحاول نعوض. كلمه تعويض يا دكاتره في الطب يعني كومبنسيشن، يعني زودها جنبها للفهم يعني. كومبنسيشن، كلمه كومبنسيشن اللي هي التعويض، كومبنسيشن يعني التعويض. يبقى احنا كده اخدنا ازاي بنصنع الخلايا، اخدنا مكونات الدم ار بي سيز وايت بلاد سيلز وبليتلتس والبلازما طبعا اللي هي 55%. عمليه التصنيع نفسها اسمها هيموبويسيس. ومين اللي بيصنع البون مارو اللي منه نوعين، الريد اكتف بون مارو واليلو ان اكتف بون مارو. تعالى نبدا بقى في اول خليه معانا وهي الاريثروسايتس. هنتكلم بقى على كل كلمه اخذناها بالتفصيل. اول حاجه الاريثروسايت، ما هي الاريثروسايت؟ هي الار بي سيز ريد بلاد سيلز ولا ريد بلاد كورباسل؟ ريد بلاد كورباسل، بس ممكن الناس تلاقيها بتقول ريد بلاد سيل، يعني ايه؟ عشان كلمه كورباسل تقيله يعني، فهي ريد بلاد كورباسل. ليه يا دكتور كورباسل؟ علشان ما فيهاش نيوكليوس وما فيهاش اورجانيلز، فبالتالي لسه ما قربتش للخليه، مش هتبقى خليه ناضجه كامله فيها كل الاورجانيلز، فاسمها ريد بلاد كورباسل او اريثرو ايه؟ اريثروسايتس. اريثروسايتس. والاريثروسايت اول حاجه ام سي كيو النسبه بتاعتها هي الموست اباندنت سيل، هي abundant يعني common، اشهر حاجه واكتر حاجه واعلى concentration، كتير. كلمه abundant يعني نسبتها كبيره، هي اكبر حاجه موجوده في الدم من حيث الconcentration. دي اول حاجه.
لايف سبان عمرها لسه قايلين من شويه ان هي 120 يوم، يعني بعد الاربع شهور دول ترجع تتكسر. طب مين بيكسرها؟ الماكروفاج اللي موجوده في السبلين واللي موجوده في البون مارو، تبدا تكسرها وترجع تتصنع تاني من الخلايا اللي اسمها ستيم سيلز اللي موجوده في البون مارو، اللي موجوده في البون مارو. يبقى هي بتتكسر انجلفد باي ماكروفاج، ودي سؤال ام سي كيو. جميل. طيب العدد بتاعهم النمبر او الكونسنتريشن بتاعهم، هي الموست اباندنت، طب قد ايه؟ بتختلف على حسب هي ميل ولا فيميل، في انسان ميل او فيميل. الفيميل طبعا احنا عارفين ان هي كل شهر بيبقى عندها في بيريود او منستريويشن. كلمة منستريويشن او المنسز اللي هي البيريود، والفيميل بيبقى عندها طبعا الفيميل سكس هرمونز. فالفيميل سكس هرمونز والمنسز الشهري ده بيخلي نسبة الار بي سيز في الفيميل اقل من الميل شوية، ولكن الاتنين قريبين من بعض. يعني لو انا قلت لك ان الميل من 4.5 ل 6 مليون ار بي سيزا، هتلاقي الفيميل اقل نص مليون تقريبا، من 4 ل 5.5 مليون لكل مايكرو ليتر بلد. يبقى انا عندي في الميل 4.5 ل 6، في الفيميل 4 الى 5.5. جميل. يبقى 4.5 ل 6 وهنا 4 الى 5.5. جميل. يبقى الميل بيختلف على الفيميل، الفيميل اقل علشان هي بتفقد بلد كل شهر، ونتيجه للافكت او الاكشن بتاع السكس هرمونز بتاعها بيؤثر ان نسبه الار بي سيز بتبقى قليله شويه. والارقام طبعا مهمه جدا. الشيب بتاع الار بي سيز، الشيب بتاع الار بي سيز هي مش مدوره، هي مش مدورة. امال بتبقى ايه؟ بتبقى باي كونكيف. باي كونكيف يعني شكلها عامل كده اهو، باي كونكيف. باي كونكيف ديسك، باي كونكيف ديسك يعني باي كونكيف، يعني هتلاقيها كيرفد من الناحيتين، مش مدورة، وبتبقى فليكسبل. فليكسبل يعني مرنة. ليه يا دكتور؟ الباي كونكيف والفليكسبيليتي والمرونه بتاعتها علشان الار بي سيز دي بتعدي في كابيلاري الصغيره، الكابيلاريز النارو الضيقه الصغيره دي، لو الار بي سيز مش مرنه ومش باي كونكيف هتدخل جوه الكابيلاري هتفرقع، هتربشر. جميل. فلازم تبقى مرنه، لازم تاخد وتدي مع الكابيلاريز الرفيعه اللي هي داخله فيها. يبقى من عشان الار بي سيز تقدر تقوم بوظيفتها وتوصل لكل التيشوز لازم تبقى فليكسبل، ولازم تبقى باي كونكيف. سبحان الله. وكمان الباي كونكيف يعني لو انا رسمتها مثلا كده او كده، فالباي كونكيف تديك مساحه اكبر. يعني مثلا لو رسمت نفس المساحه دي مثلا كده، لو جيت تفرد الباي كونكيف هتلاقيها اعلى من الشكل المستطيل ده. فبالتالي هو ربنا برضو خالقها باي كونكيف علشان تديك سيرفس اريا عالي. وانا عايزك تكون فاهم الامتحان ام سي كيو، فمهم جدا انك انت تكون فاهم كل كلمه. ليه؟ يبقى علشان الار بي سيز adapt to function. كلمة adapt يعني ايه؟ adapt يعني يتكيف. عشان ال RBCs يبقى عندها adaptation. adaptation يعني تكيف. عشان تتكيف لكي تقوم بوظيفتها، فربنا خالق شكلها باي كونكيف و flexible. ولازم كمان يكون السلم برين بتاعها يعرف يدخل ويخرج حاجات. ليه؟ ما احنا قلنا وظيفة الار بي سيز ان هي فيها هيموجلوبين اللي هو بيوزع الاكسجين للتيشوز، فبالتالي هي عايزة تخرج عن طريق السلم برين بتاعها عشان يحصل جاز اكستشينج، تبادل في الغازات. وهتاخدوا الوظيفة دي بالتفصيل في الفسيولوجي ان شاء الله. طيب الديامتر بتاعها، قال لك يا سيدي الدايمتر بتاعها من 6 ل 9 مايكرون، من 6 ل 9 مايكرون يعني افريج 7.5. قال لي عن كده هيحصل مشاكل.
زاد عن كده برضو هيحصل مشاكل. يبقى الحجم ربنا خلقها بحجم معين من 6 لـ 9 مايكرون، مايكرون افريج 7.5. الرقم حفظ صم مهم جدا، ده الديامتر بتاعها. طيب السمك بتاعها او التخن بتاعها، السمك بتاعها بنلاقيها اتزرم 2.5 مايكرون. ايه الرم ده؟ بص الرم ده اللي هو البريفري بتاعها، يعني عامله زي البيتزايه كده، عارف البيتزايه لما تكون ستافت كراست كده من محشيه من الاطراف، فهي بالظبط بتبقى من الاطراف اتخن من السنتر. عارف ليه؟ علشان الهيموجلوبين بيبقى متوزع على الاطراف. عارف انت لما تروح تطلب بيتزا كده وتقول له عايزها محشيه الاطراف بتاعتها ستافت كراست، محشيه جبن وسوسيس وبتاع، فهتلاقي الاطراف بتاعتها السمك بتاعها ايه؟ السمك بتاعها 2.5 مايكرون. اما في السنتر 75% مايكرون، اقل من 1 مايكرون، 3/4 مايكرون. يبقى انا عندي 2.5 مايكرون اتزرم، وكلمه رم اللي هي اتزبريفري اللي هو في الطرف بتاعها. يبقى في الاطراف بتبقى 2.5، اما في السنتر 75%. امال الديامتر بتاعها قد ايه؟ اللي هو من 6 لـ 9 7.5 مايكرون، 7.5 مايكرون. طب ايه اللي موجود على الاطراف يا دكتور؟ ايه اللي موجود على البريفري؟ الهيموجلوبين. هي اصلا الار بي سيز ما فيهاش الا هيموجلوبين، هو اللي بيقوم بالوظائف كلها وشويه انزيمات معاه. جميل. طيب معنى ذلك ان انا لما اجي اشوفها باللايت مايكروسكوب هلاقي الاطراف بتاعتها، هلاقي الطرف بتاعها لونه احمر. ليه؟ علشان فيه الهيموجلوبين، فالهيموجلوبين بيديها اسيدوفيليك. يبقى الهيموجلوبين وجوده على الطرف يحمر الار بي سيز من بره، من على الاطراف بتاعتها. اما السنتر هيبقى بيل، هيبقى شاحب، يبقى السنتر بتاعها هيبقى بيل. طب يا دكتور امال النيوكليوس فين؟ يا باشا ده ما فيهاش نيوكليوس. ايه نيوكليتد سيل؟ ايه نيوكليتد؟ يعني ما فيهاش نيوكليوي، لا هي ولا البليتلتس، لا هي ولا البليتلتس. يبقى انا عند اللايت مايكروسكوب كلمتين، والله يا دكتور الار بي سيز دي فيها ايه؟ فيها هيموجلوبين. موجود فين؟ موجود على الطرف. يحمر ولا يزرق؟ يحمر. واللي بيحمر بنسميه ايه؟ اسيدوفيليك. طب السنتر بتاعها باهت، ليه؟ ما فيهوش هيموجلوبين. جميل كده. يبقى ده اللايت ايه؟ اللايت مايكروسكوب. طب تعالى نشوف بالالكترون مايكروسكوب، نكبر بقى 50,000 مرة، 100,000 مرة، عايزين نشوف بقى تفاصيل السيل ميمبرين، وعايزين نشوف تفاصيل الاورجانيلز اللي موجوده جوه. هي فيها اورجانيلز اصلا؟ لا، لا فيها اورجانيلز ولا فيها نيوكليس. امال ليها ايه؟ ليها سيل ميمبرين وتحتيه الهيموجلوبين. جميل. يبقى السيتوبلازم بتاعها لاك، لاك يعني نو، يعني ابسنت، يعني مفيش. يبقى السيتوبلازم بتاعها لاك اول اورجانيلز، يعني مفهوش اي اورجانيلز. امال هي متعبيه ايه؟ مليانه ايه؟ مليانه هيموجلوبين، مليانه هيموجلوبين. كلمه مليانه يعني دنس فيلد، دنس فيلد، دنس يعني كثافه، فيلد يعني متعبيه، فيل ان انا بملى حاجه. هي مليانه ومتعبيه هيموجلوبين. مكانه فين؟ جوه الار بي سيز، على الاطراف، على الاطراف. مهمه جدا. طيب السيل ميمبرين ده طبعا لازم يبقى إلاستيك، لازم يبقى فليكسيبل، لازم يبقى ستريتشبل، لازم تعرف ياخد ويدي، لازم يبقى مرن. ليه مرن؟ علشان احنا قلنا الار بي سيز بتدخل في انفاق ضيقه، بتدخل في كابيلاريز ضيقه، فبالتالي لازم ما يبقاش ريجيد، ما يبقاش جامد. عارف لو جامد هيتكسر، الار بي سيز تتكسر يحصل لي هيموليسيز. انما سبحان الله ربنا خالقها باي كونكيف، وخالقها فليكسيبل، وخالقها ستريتشبل، وخالقها إلاستيك، علشان تعرف تدخل في الكابيلاريز ومطرب شرشي وتقوم بالوظيفة بتاعتها لكل الأماكن اللي موجودة في جسمي. جميل. يبقى الار بي سيز السيل ميمبرين بتاعها إلاستيك. في بقى كام؟ 50% بروتين، و10% كربوهيدرات، و40% ليبيدز. أكتر حاجة البروتين، ثم الليبيدز، ثم الكربوهيدرات. وافتكرها عاملة كده زي لاعب كمال الأجسام، لاعب كمال الأجسام أو اللي بيروح الجيم زي كده مثلا، إن شاء الله أروح الجيم يعني وأخس شوية بإذن الله عشان التنمر.
فالبروتين لازم ههتم بالبروتين اكتر حاجه. اول ما هروح الكابتن هيقول لي ايه، بص بقى احنا عايزين بروتينات، عايزين ناكل فراخ وناكل اسماك وناكل لحوم وتونه والكلام ده كله وجبنه قريش والحاجات دي. وبعد كده الليبتس قلل شويه بقى الحاجات بقى الشاورما والسجق والكباب والكفته والحاجات اللي هي فيها دهون كتير والطرب والحاجات الحلوه دي قللها شويه، يبقى 50% 40%. ثم اخر حاجه بقى الكربوهيدرات، الشيبسي بقى والويندوز والشوكولاتات والحاجات دي كلها والكحك والبوتيفور والكلام ده كله هيبقى نسبته كام؟ 10%. يبقى 50% بروتين، 40% قل شويه ليبتس، واخر حاجه هنهتم بيها الكربوهيدرات والسكريات. طيب لو تفتكر زمان اول حصه في سنه، في سنه اولى او في الترم الاول، كان في البروتينز حاجه اسمها انتجرال بروتينز وبريفرال بروتين وانترنسك واكسترنسك، وكانت البروتينز دي بتشتغل كشانلز كقنوات، جميل، علشان تقدر توصل زي عسكري المرور. فالانتجرال بروتين بيعرف ياخد حاجات من جوه الخليه الى بره الخليه، يبقى الانتجرال بروتينز بتشتغل كقنوات، قنوات في السيل ميمبرين بتاع الار بي سيز. يبقى الار بي سيز لما اجي اقول لك باللايت مايكروسكوب لازم تقول لي اسيدو فينك على الاطراف. ليه يا دكتور؟ علشان فيها هيموجلوبين بيدي اللون الاحمر والسنتر بتاعها باهت. طيب تاني حاجه ما فيهاش نيوكليس ولا فيها اورجانيلز ولا فيها حاجه. كبر بالالكترون مايكروسكوب ركز لي على السيل ميمبرين والاورجانيلز، ما فيهاش اورجانيلز يا دكتور. امال فيها ايه؟ مليانه هيموجلوبين. Densely filled with hemoglobin. Dense filled يعني متعبية هيموجلوبين، عشان هو اللي بيقوم بوظيفة الجاز اكستشينج من خلال السيل ممبرين. طب السيل ممبرين بتاعها أخباره إيه؟ افتكر بقى 50% بروتين، 40% ليبتس، و10% كربوهيدراتس. كربوهيدراتس ما هي الفانكشن؟ إن هي الآر بي سيز أكسجين وكربون دايوكسيد اكستشينج. اكسجين وكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون اكستشينج وترانسبورت. يبقى ده الاساس بتاعها الجاز اكستشينج. جميل. طيب هل الاستراكشر بتاع الار بي سيز كومبيتابل مع الفانكشن بتاعتها؟ وكلمه كومبيتابل هنا مهمه جدا، ممكن كمان نخليها ادابت. ادابت يعني تتكيف، كومبيتابل يعني متماشي. هل ربنا خالق الاستراكشر بتاع الار بي سيز يخدم الفانكشن بتاعتها؟ يعني هل ربنا خالق شكلها والسيل ميمبرين بتاعها وعدم وجود اورجانيلز جواها ووجود الهيموجلوبين جواها يخدم الفانكشن بتاعتها؟ ايوه طبعا. تعال نشوف بقى، ده سؤال مهم جدا جدا، الاستراكشر فانكشن كورليشن. وكلمة correlation يعني في علاقة. هل ربنا خالق الار بي سيز؟ طبيعي، ربنا أصلا خالق كل حاجة ليها وظيفة معينة، كل حاجة في جسمنا ليها شكل معين وستراكشر معين وإبيثيليوم معين ومكونات معينة علشان تقوم بوظيفة معينة. طيب قول لي بقى إيه الحاجات اللي موجودة في الار بي سيز تخدم الفانكشن بتاعتها، وعايزك تكون فاهم كل نقطة، ما تكونش حافظ بصمجي كده وخلاص، تكون فاهم. واحد، باي كونكيف. لو انت مركز معايا اصلا طول الحصة هتلاقي كل الكلام سهل بإذن الله. باي كونكيف اهي، ليه ربنا خلقها باي كونكيف كده؟ علشان تزود السيرفس اري. حتى انا كنت رسمت لك مستطيل كده، لو جيت تشوف المستطيل والبايكون كيف هتلاقي البايكون كيف كسيرفس اريا اعلى من المستطيل، فبالتالي كسيرفس اريا اعلى. تاني حاجه ما فيهاش نيوكليوس ولا فيها اورجانيلز. الله، لا فيها نيوكليوس ولا فيها اورجانيلز عشان تدي مساحه لمين؟ للهيموجلوبين، عشان تبقى مليانه هيموجلوبين، تبقى مليانه هيموجلوبين. allow more space for هيموجلوبين، تعطي مساحة للهيموجلوبين علشان هو اللي شايل الأكسجين، اللي هو أكسجين بايندينج بروتين، هو عبارة عن بروتين شايل أكسجين يوزعه على التيشوز. ما هي وظيفة الار بي سيز ان هي تودي أكسجين للتيشوز، فبالتالي هي فيها الهيموجلوبين المحمل بالأكسجين اللي هيقدر يوديها إلى التيشوز.
طيب تالت حاجه فليكسبل سيل ممبرين. ليه فليكسبل؟ ليه ستريتشبل؟ ليه مرن؟ علشان يعرف يتعصر، يعرف يدخل، يعرف يتوغل في الكابيلاريز من غير ما يربشر، من غير ما يفرقع. يبقى ليه فليكسبل وليه إلاستيك؟ إلاستيك يعني مرن، علشان يقدر يدخل في الكابيلاريز من غير ما يفرقع. كمان السيل ممبرين ليه سيلكتيف بيرميابيليتي. يعني ايه سيلكتيف بيرميابيليتي؟ يعني يدخل حاجات معينه ويخرج حاجات معينه. ليه؟ عشان يعمل جهاز اكستشينج للاكسجين والكربون دايوكسيد. يبقى انا عندي ازاي الاستراكشر بتاع الار بي سيز بيخدم الفانكشن دي، اسمها كورليشن او اسمها ادابتيشن. ممكن تيجي لك كده وممكن تيجي لك كده. adaptation of structure to the function. يقول لك من عوامل الاستراكشر ان هي تادابت للفانكشن بتاعتها، ويقوم قايل لك خمس حاجات تختار منهم الحاجه الصح او تختار منهم الحاجه الغلط. يبقى اول حاجه بايكونكيف عشان تعمل تزود السيرفس اريا. تاني حاجه ما فيهاش نيوكلس واورجانيلز عشان تدي مساحه للهيموجلوبين. تالت حاجه الالاستيك والفليكسبل سيل ممبرين عشان يعرف يدخل جوه الكابيلاريز الضيقه. رابع حاجه السيلكتيف بيرميابيليتي عشان تقوم بالجاز اكستشينج وتعرف توزع الاكسجين على التيشوز علشان تعرف تغذيها. جميل. طيب تعال لي بقى على الابنورماليتيز اوف ار بي سيز. كده احنا خدنا النورمال، شكل الار بي سيز، حجم الار بي سيز، دايمتر بتاعها عامل ازاي، تخن بتاعها قد ايه، الوظيفه بتاعتها ايه، الحاجات اللي في الاستراكشر اللي بتخدم وظيفتها، عددها قد ايه في الميل والفيميل. كل الحاجات دي لو اتلخبطت يحصل ابنورماليتيز. لو الحجم صغر، الحجم كبر، كميه الهيموجلوبين قلت، كميه الهيموجلوبين زادت، السيكنس بتاعها قل، السيكنس بتاعها زاد، العدد بتاعها زاد، العدد بتاعها قل، كل دي بتمثل في امراض موجوده في الدم. يعني احنا ممكن يجي لنا امراض ناتجه من abnormalities of RBCs، او ممكن يجي لنا مرض يؤثر على شكل الRBCs، تاخد شكل معين مثلا، تاخد عدد معين، واحد نزف، واحد عمل حادثه، العدد يقل، واحد عنده البون مارو فيه سرطان، فتلاقي العدد فيه خلايا بدات يبقى شكلها غلط، إيه العدد بدا يزيد عن الكم اللي ربنا خلقه وهكذا. جميل؟ يبقى في abnormalities of RBCs. تعالى ناخد اول حاجه abnormal في الشيب. اول حاجه اللي هو الشكل المختلف، abnormal في الشيب، شكلها عامل ازاي. في عندنا ار بي سيز بنسميها سيكل شيب ار بي سيز، وكلمه سيكل يعني عامله زي المنجل، عامله زي المنجل او عامله زي الهلال. جميل؟ عاملة زي المنجل أو عاملة زي الهلال، بنسميها سيكل شيب. ودي بتحصل مع نوع من أنواع الأنيميا اسمه سيكل سيل أنيميا، سيكل سيل أنيميا، هتاخدوه في الباثولوجي بالتفصيل، اسمه سيكل سيل أنيميا. تاني حاجة اسفيروسايتوزس، بدل ما هي كانت باي كونكيف هتبقى باي كونفكس، يعني دي هتتحول وتبقى باي كونفكس. فيبقى شكلها دواير مش باي كونكيف بقى، لا ده هتبقى مدوره اسمها باي كونفكس. وبدام بقت مدوره هتبقى عامله زي الكوره، وكلمه كوره او مدوره بنسميها اسفيريكال، اسفيريكال. فبتدينا مرض اسمه اسفيروسايتوزس، او الشكل بتاعها بيبقى اسفيروسايتوزس، ودي حاجه ابنورمال. يا اما تبقى هلاليه اسمها سيكل شيب، يا اما تبقى كوره اسمها اسفيروسايتوزس، اسفيروسايتوزس. تالت حاجه لو انت جبت الار بي سيز وعرضتها لهايبر تونيك ميديا. هايبر تونيك ميديا يعني ايه هايبر تونيك؟ هايبر تونيك ميديا يعني سوليوشن في ملح كتير، فالملح الكتير ده بيضغط على السيل ممبرين فيكرمشه، فيعمل لها حاجة اسمها كيرينيشن أو كيرينيتد، كيرينيشن. وافتكر كلمة كيرينيشن كرمشة،
زي ما انت شايف كده الشكل بتاعها الغير منتظم. طب امال لو عرضتها لهايبوتونيك، لو عرضتها لهايبوتونيك يحصل لها سويلنج، ودي عكس الكرينيشن. كرينيشن يعني تكش، شرينكج. عارفين كلمة شرينكج؟ اكيد خدتوها يعني، شرينكج. اما لو هايبوتونيك يحصل لها ايه يا دكاترة؟ يحصل لها سويلنج. يبقى انا عندي سيكل شيب عاملة زي الهلال او المنجل، باي كونفكس عاملة زي الكورة، سفيروسايتوزس. لو عرضتها الهايبرتونيك، هايبرتونيك تكرمش، كيرينيشن او شرينكج، او هايبوتونيك تبقى سويلينج. جميل. دي كده الابنورمال ايه؟ ابنورمال شيبس. طب تعالى لي على الابنورمال سايز. احنا كنا قلنا النورمال كام؟ من 6 ل 9، والافريج كام؟ كان 7.5 مايكرو، صح كده؟ طب لو اقل من 6 حجمها يبقى صغير، لو اكتر من 9 حجمها يبقى كبير. طب حجمها صغير بنسميها مايكروسيتيك. اسمها ايه؟ مايكروسيتيك. مايكرو يعني قليل، وسيتيك يعني سايز. امال لو حجمها كبير؟ ماكروسيتيك. ماكرو ماكرو كبير، ماكروسيتيك حجم كبير. امال لو نورمال يا دكتور بنسميها نورموسيتيك. يبقى انا عندي نورموسيتيك، مايكروسيتيك، وماكروسيتيك. يبقى الحجم بتاع الار بي سيز من 6 ل 9. لو اقل من 6 يبقى مايكروسيتيك، لو اكتر من 9 ماكروسيتيك، من 6 ل 9 نورموسيتيك. نورموسيتيك. جميل. طيب تعالى لي على الكونسنتريشن. والله يا دكتور الكونسنتريشن احنا قلنا في الميل من 4.5 ل 6 مليون. طب في الفيميل بنقلل نص مليون، من 4 ل 5.5. طب ليه قليل في الفيميل؟ علشان المنسز وعلشان السكس هرمونز. جميل. طيب لو زاد عن النورمال، لو زاد عن النورمال بنسميها بولي سايثيميا. ابنورمال كونسنتريشن اباف النورمال بنسميها بولي سايثيميا، بولي سايثيميا. وطبعا لو قل بنسميها انيميا. يبقى انا عندي النورمال الميل بيختلف عن الفيميل. لو اباف النورمال بوليسايسيميا، لو اقل من النورمال انيميا. اباف النورمال بوليسايسيميا، واقل من النورمال اللي هو الانيميا. طب السايز مايكروسيتيك وماكروسيتيك، فهيجي يقول لك في الام سي كيو يقول لك ايه بقى؟ لما الار بي سيز تبقى مايكروسيتيك يبقى حجمها اقل من 6، طب لو ماكروسيتيك يبقى اكتر من 9، طب لما يكون في بوليسايسيميا يبقى الحجم كبير ولا العدد اللي زايد؟ العدد اللي زايد. طب لما يكون في انيميا العدد اللي قليل، لما تكون نورمال خلاص نورمال. طب نورموسيتيك يعني نورمال سايز، من كام لكام؟ من 6 ل 9، ويبدا يلعب معاك. جميل. يبقى انا عندي السايز بنقول عليه سيتيك، سيتيك مايكروسيتيك وماكروسيتيك. اما الكونسنتريشن او النمبر لو قل انيميا، لو زاد بوليسايسيميا. انيميا عكسها بوليسايسيميا، مايكروسيتيك عكسها ماكروسيتيك. مايكروسيتيك اقل من 6، ماكروسيتيك اكتر من 9. جميل. ده كده كل الابنورماليتيز بتاعه الار بي سيز. يبقى ابنورمال شيب قلنا سيكل وسفيروسايتس وكرينيشن، وقلنا سويلنج كمان زودناها. بعد كده الابنورمال سايز مايكروسيتيك وماكروسيتيك، وابنورمال كونسنتريشن انيميا اند بولي سايسيميا، انيميا اند بولي سايسيميا.